بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنام حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. سيدي لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة بأبي أنت وأمي ونفسي وولدي وجميع العالمين. سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات سأبكي ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرة أفاطم يا ابنة الخير قومي واندبي
نجوم سماوات بأرض فلا يأتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ عليها صلوات يأتي قبور بأرض الجوز جاء محلها وأخرى ببع خمرى لدى الغرباء يأتي أفا الحسين مجدلا يا وقد مات عطشانا بشط فرايا إذا أن للطمت الخد فاطم عنده يا وأجريت دمع العين في الوجناء يا خلي جميعا نشترك جزاك الله خير ليلة جمعة مولانا وخوش أن جزاك الله خير وخوش وأن جاوبني وين ما تكون بالشط من أرض كربلا يا معرسهم فيها بشط فرايا توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيتم قبل حين مماي يأتي والله وأنا اللي واسيني الشيعة هذا النداء بلسان حال على لسان حال مولاتنا فاطمة روحي فداها تتوجه لك ولي ولكل أنصار أبي عبد الله تقول وين وين اللي واسيني يا شيعة على حسين ولا دور ضيعة هي وابن والد عني يا طلع يا عبا يا ياس عبا يا ياس شفين قطيعة هي عباس شفينا يا قطيعة بعد نداء آخر مولانا وين الذي واسيني بدمي والله وين اللي
ياسيني بدمعته على ابن الذي حزا ورقوب هي يا ولاه يا ابن الماء يا حضرت يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج المولى ارفعوا أصواتكم بالصلاة 3 مرات. إنا أعطيناك الكوثر. أصغر سور القرآن الكريم حيث تشتمل آياتها على 3 آيات فقط، وهي من أروع المعاني، والقرآن كله عظيم المعاني، ولكن في هذه السورة المباركة على قصرها يتحدد أمراً غاية في الأهمية وغاية في كل ما يرتجى، هو الغاية في كل ما يرتجى، باعتبار أن السورة المباركة هي هدية من الله تبارك وتعالى لرسوله الكريم، والهدية واضحة بكلمة إنا. الله تبارك وتعالى يعبر عن ذاته المقدسة بإنا أعطيناك الكوثر، فهدية من الله تبارك وتعالى، والضمير في أعطيناك إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي خطاب مباشر من قبل الذات الإلهية المقدسة لرسوله الكريم. نمر مروراً سريعاً لأن مطالب هذه الآية مطالب كثيرة وعظيمة، إلا أننا نحاول أن نأخذ ما نريد في هذه الليلة، يعني ما يختص بهذه الليلة وفي مجالس الصديقة الطاهرة فاطمة روحي فداها. إن ضمير يدل على عظمة المعطي، يدل على عظمة المعطي. إنا أعطيناك، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله مباشرة: أعطيناك الكوثر. فما هو الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ أصحاب التفاسير ومن كتب في علوم القرآن أجمعوا على أن معنى الكوثر لغة والمراد به هو الخير الكثير. الكوثر معناه الخير الكثير، ولكن اختلفوا في معنى الكوثر. منهم من قال أنه نهر في الجنة، ومنهم من قال أن الكوثر كل شيء كثير فيه خير هو تطلق عليه هذه اللفظة، حتى أن الفخر الرازي
في تفسيره أفرد 15 عنواناً لمعنى الكوثر، ولكن كلهم أجمعوا، حتى الفخر الرازي أجمع وواثق علماءنا بأن المقصود من الكوثر هي الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فاطمة روحي فداها. وعلماؤنا يقولون لو كان المقصود غير فاطمة روحي فداها لكانت الآية الثالثة في هذه السورة لا تتناسب في وجودها أصلاً، لأن الآية الثالثة ماذا تقول؟ تقول إن شانئك هو الأبتر. فإذن هناك ربط يجب أن يكون بين الآية الثالثة والآية الأولى، إنا أعطيناك الكوثر. لماذا أعطيناك الكوثر؟ لماذا أعطيناك هذا الخير الكثير؟ لابد أن هناك سبب، لابد أن هناك مناسبة، لابد أن هناك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، لا يمانع أن يكون هو الخير الكثير، وليس هناك من مانع أن يكون نهرا في الجنة وأن تكون هذه المصادق كلها مشتملة، ولكن المصداق الأوفر والمصداق الأوفى والمصداق الذي لا يمكن أن يحيد عنه اثنان أن المقصود بالكوثر هنا هي الصديقة الزهراء، بدلالة ذيل الآية، الآية يعني ذيل السورة الآية الثالثة، والتي هي قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. طبعا أنا ما راح أمر على مفردات هذه السورة بأكملها، باعتبار أن هناك كذلك مطالب في مفردات هذه السورة، فصلي لربك وانحر، ماذا تعني هذه الكلمات؟ باختصار أنه توجه بالشكر والصلاة إلى الله تبارك وتعالى، وانحر لا بمعنى الذبح، لا بمعنى النحر، وإنما بمعنى أحدهم يقول، يعني أحد الآراء، أحد الرأيين يقول أن انحر بمعنى استقبل بنحرك بصدرك القبلة حينما تصلي، وهناك رأي آخر على عجالة، وهناك رأي آخر يقول أن النحر هو رفع اليدين بالتكبير أثناء الصلاة، لما تكبر تكبيرة الإحرام ماذا؟ متسوي الله أكبر، هكذا لما تريد تركع تسجد ترفع رأسك، كل تكبيرة في الصلاة لابد لك أن تفعل هذا الفعل، وهو فعل مستحب، فعل مستحب لا واجب، ولكن تكتمل صورة الصلاة به وتكتمل صورة التكبير به. فلذا يقال أن وانحر هذا هو معناه، أنه رفع اليدين أثناء التكبير الله أكبر، هذا هو النحر. أو قلنا هناك معنى بأنه نستقبل بنحورنا القبلة، فصلي ربك وانحر، نستقبل بنحورنا القبلة. وهذان الرأيان لا مانع منهما من انطلاقهما مع بعضهما. زين، أرجع إلى أصل السورة. السورة مولانا نزلت في مكة، فيها نبوءة عظيمة هذه السورة، لأنها نزلت في مكة، يعني من السور المكية وليست سورة مدنية. الفرق بين المكي والمدني إن شاء الله واضح عند الإخوة الأعزة، ولكن نمر مرورا سريعا. المكي، السور المكية، أو يقال هذا مكي وهذا مدني، بمعنى أن هذه الآية نزلت، أو هذه السورة، هذه السورة نزلت في مكة المكرمة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله. وحينما يقال هذه السورة مدنية بمعنى أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، فتسمى بمدنية باعتبار أنها نزلت في المدينة المنورة. هذه السورة مكية. طيب، واحد يقول أن الزهراء سلام الله عليها إيش قد كان عمرها لما نزلت هذه السورة؟ لماذا؟ يعني شلون أنت عندك دليل على ما نقول؟ الدليل واضح، قلنا في ذيل الآية. السورة إنما نزلت
ردًا على من نعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبتر. النبي صلى الله عليه وآله ولد له أولاد ماتوا وهم صغار، فكان العاص بن وائل السهمي، هذا مشهور ومعروف، الرجل كان من أشد مبغضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كل كتب التاريخ وكل كتب السير تقول أن هذا الرجل مات مشركاً، ومات بفضل، يعني مات بدعاء النبي صلى الله عليه وآله، طبيعة ما جرى عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله دعا عليه، ولا أنا أبين القضية. هذا الرجل مولانا كان من أشد المبغضين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو وأهله. طبعا هو كان مقترن بزوجة تسمى، يعني بامرأة تسمى أم النابغة، هذه المرأة مشهورة بالانحراف، معروف أنها منحرفة كانت قبل اقترانها بهذا الرجل، وهي أم ولد هذا، يعني ولده عمرو، طبعا عمرو بن العاص ابن هذا الرجل، عمرو بن العاص وابن هذا الرجل، امه النابغه مشهوره بانها كانت منحرفه، وهذا ارباب التاريخ كلهم ينقلون هذا المعنى، يعني هذا ليس من مصدر واحد ولا من مصدرين ابدا، تريد ترجع الى مثلا الى اسامه انور عكاشه، هذا رجل كاتب مصري ما إلى علاقة بالتشيع مولانا أبداً، كاتب مصري وصاحب قلم جيد، عندما قال هؤلاء الرجال الذين حكموا الدولة الإسلامية، طبعاً توفاه الله، هذا الرجل ميت يعني قبل كم سنة، 10 سنين أكثر أقل، ولكن كتبه مقالاته موجودة على النت لمن أراد أن يراجع، فيذكر هذه المرأة في مقالته وأنها كيف كانت تعمل بالبغاء، وكيف أنها كانت تعمل بالبغاء والعياذ بالله. على كل، لما مات ولد داء النبي صلى الله عليه وآله مولانا، هذا الرجل نظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وكان مع أبي جهل، أشار إلى النبي قال انظر لقد جاءنا الأبتر. الأبتر كلمة تطلق على من لا عقب له، أنه منقطع الذرية ولا عقب له أبدا على الإطلاق، وأنه سينتهي بموته لأنه ليس له عقب، بما أنه كل إنسان ليس له عقب يسمى بالأبتر، أي مقطوع النسب، نسبه يقطع بوفاته بموته، بعد انتهى الموضوع ما إلى نسب. الله تبارك وتعالى أجاب على هذا الرجل بهذا الجواب بسورة من القرآن الكريم، قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك، هذا الذي رماك بهذه المسألة، هذا الذي قال عنك أنك أبتر، وأنك مقطوع النسب، هو من يكون أبترا ولا عقب له، هو الذي سينتهي عقبه ولا يذكر له شيء، فإن شانئك يعني الذي نعتك بتلك الكلمة هو الأبتر. وفعلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مضمون روايات عديدة يقول كل نبي نسله من صلبه إلا أنا، ذريتي من نسل علي وفاطمة، صلوا على محمد. هذا الرجل العاص بن وائل السهمي مولانا يوم من الأيام، حتى بعد هذه المسألة، مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا به يكيل الشتائم والكلام البذيء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتأذى النبي صلى الله عليه وآله من ذلك ورفع يديه بالدعاء، قال اللهم ابتله بشوكة من الأرض تذله
هذا مضمون هذا الرواية، مضمون هذا الحديث، يقول بمجرد أن انصرف النبي عنه مشى هو وأبو جهل فأصابته شوكة في قدمه، أصابته شوكة في قدمه من الأرض، تورمت على إثرها رجله قدمه، وبدأ المرض والألم يصعد وتموت قدماه إلى أن قضى من ذلك، إلى أن قضى من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أن ذريته ونسله ممن؟ من الزهراء ومن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هل هناك دليل قرآني آخر على ذلك؟ نعم، آية المباهلة التي لا يختلف فيها اثنان على أن ذرية النبي صلى الله عليه وآله هي من الزهراء سلام الله عليها، في قضية أبناءنا وأبناءكم، فكان أبناء النبي من؟ الحسن والحسين في قضية المباهلة. ولست في معرض طرح كل الموضوع باعتبار، ولكن نأخذ الشاهد فقط. إذن ذرية النبي صلى الله عليه وآله ممن؟ من الصديقة الطاهرة. انظر إلى ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنتشرة في بقاع الدنيا، في بقاع الأرض، كم هي مباركة وكم هي طيبة وكم هي مولانا عظيمة. يجي واحد حتى يعني كذلك نستفيد من رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يجي واحد إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية فيها إشارة إلى الكوثر كذلك، إلى هذه السورة، وأن المقصود بها بالكوثر الزهراء سلام الله عليه. يجي واحد مولانا إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، مضمون هذه الرواية، يقول له: سيدي ما لنا نراكم كثرة، إحنا نشوفكم كثرة وأعداؤكم قلة، أعداؤكم قلة، نراكم كثرة وأعداؤكم قلة، مع ما يصنع بكم من قتل ومن تشريد ومن ذبح ومن ومن. مولانا ابتلوا بلاء عظيم، بلاء عظيم. تعرف مولانا الآن يعني لو نريد نسرد التاريخ، التاريخ بي من المآسي التي حدثت على العلويين ما لا يمكن أن يوصف، ما لا يمكن أن يوصف. هذا راجع التاريخ، كتب التاريخ كلها مولانا، لا تراجع كتب فريق دون آخر. شوف مولانا مثلا هذا الذي بنى بغداد، بناها على من؟ على جماجم العلويين، أبو جعفر المنصور الدوانيقي لما بنى بغداد، أسوار بغداد، قصور بغداد القديمة في عهد أبي جعفر هذا المنصور الدوانيقي لعنة الله عليه، مولانا هذا بنى بغداد على جماجم العلويين. العلوي مقصود به في تلك الروايات من كان من نسل علي بن أبي طالب أو من شيعة علي بن أبي طالب، فمضطهدون، مضطهدون، ملاحقون، يجرى عليهم السيف، يزجون في السجون، قطعت يعني كثير من قطع كثير من نسلهم. مع ذلك مولانا يقول للإمام الباقر: نراكم كثرة وأعداؤكم قلة. الإمام الباقر يجيبه بجواب غاية في الأهمية، طبعا مع بعد التشبيه، مع بعد التشبيه، قال: يا هذا، إن مثلنا ومثل أعدائنا كمثل الشاة والكلب أجلكم الله. إحنا مثلنا ومثل أعدائنا كمثل الشاة والكلب. شو يريد الإمام الباقر؟ هذه الشاة كم تذبح باليوم؟ الشاة تذبح كثيرا، تؤكل الشاة، تؤكل الكلاب أجلكم الله لا تؤكل، الكلب أجلكم الله لما في كل عام يلد، يعني لما يلد يلد 7 بطون 6 بطون في المرة الواحدة، يعني جراء متعددة، بينما الشاة تلد بطنا واحدة، الشاة تلد بطنا واحدة. ولكن الله سبحانه وتعالى طرح البركة في من؟ في الشاة، طرح البركة في الشاة وسحبها من ذاك المخلوق الآخر، من ذاك المخلوق الآخر. فيريد يقول له: إن مثل أعدائنا، مثلنا ومثل أعدائنا كمثل الشاة والكلب، باعتبار البركة المطروحة من قبل الله. هذا إشارة إلى من؟ إلى الكوثر، وأنه الخير الكثير
وأن ذرية فاطمة روحي فداها، هي الذرية التي يقول عنها الله تبارك وتعالى أنها خير كثير. ولكن آجركم الله، هذه الذرية الطيبة كم أوذيت وكم قطعت وكم حوربت. لذا هذا دعبل الخزاعي مولانا لما يدخل على الإمام الرضا بتلك الأبيات التي بدأنا بها الحديث، شو يقول للإمام الرضا؟ يقول له: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومهبط وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منا. شتتوكم مولانا، شتتوهم ما بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عنادي، هذا بسامراء قضى، وذاك بكربلاء، وبطوس ذاك، وذاك في بغداد. مولانا هذا واقع. يجي الإمام الرضا لما يدخل علي الدعبل يقول له: ديار علي، ديار علي وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها كؤجر كل منابذ، ولم تعفل الأيام والسنوات، قبور بجنب الشط من أرض كربلاء، قبور بكوفان، قبور بأرض الجوزجان، قبور. ولا شتعدد من هذه القبور؟ ماذا تعدد؟ كم تعدد من هذه القبور؟ بعد مولانا: وقبر ببغداد لنفس زكية، وقبر بطوس، يا لها من مصيبة. حتى بعد الدعب المولانا يقول له: سيدي، لم أعهد لكم قبرا في خراسان، أنا ما عندي علم أن هناك قبر لكم في خراسان، قبر من ذاك؟ قال: يا دعبل، لا تمضي الأيام إلا ويكون موضع قبري ومقصد زواري، ألا من زارني عارفا بحقي ضمنت له على الله الجنة. خلينا نقف عند هذه المفردة: من زارني عارفا بحقي. مولانا نجد هذه المفردة في كثير من زيارات أئمة أهل البيت سلام الله عليهم تتكرر: من زارني عارفا بحقي، في حق الإمام الرضا، من زار الحسين عارفا بحقه، من زار أمير المؤمنين عارفا بحقه، بل حتى في زيارة السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. شنو تعني عارفا بحقي؟ مولانا شنو تعرف عارفا بحقي؟ عارفا بحقي مولانا يعرف أن طريق الحق هو الحسين، طريق الحق هو الإمام الرضا، يعني الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. يعني المؤمن هو الذي يكون عارفا بطريق الحق، وغير المؤمن لا يكون عارفا. هسه تقول لي مولانا: بركة الإمام الرضا تشمل حتى العاصي؟ أقول بلي، إلا أنه ضمنت له على الله الجنة، لأن هذه المسألة، لأن لا يطاع الله من حيث يعصى، لا يمكن لإنسان أن يترك الصلاة أو يترك صوما واجبا أو يترك أمرا أمر الله تعالى به ويقول: والله أنا أزور الحسين وأدخل إلى الجنة. نعم، تشملك شفاعة الحسين، تشملك شفاعة الإمام الرضا، بس مو بهذه الضمانة التي يتحدث عنها الإمام الرضا أو الإمام الحسين روحي له الفداء. حتى الإمام الحسين روحي له الفداء ونحن في جواره لما يخاطبنا ماذا يقول؟ يقول: أنا قتيل العبرة، ولكن بشرط لا يذكرني مؤمن إلا واستعبر. إذن مو كل دمعة اللي تدخل للجنة، دمعة المؤمن الذي ينكسر قلبه على سيد الشهداء، هذه الدمعة الحقيقية، الدمعة التي تربطك بالله تبارك وتعالى، الدمعة التي توصلك إلى الحق، الدمعة التي تشدك على أن تقف عزيزا بين يدي الله تبارك وتعالى، الدمعة التي تقف بك أصيلا في مقابل كلمة الجور والظلم، تقف تقول كلمة الحق أمام سلطان جائر. هذه الدمعة المرادة. أنت لما تدمع عينك على الحسين لابد أن تستحضر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا لما أستحضر الإمام الرضا أتهيب وأكون
كما أراد مني الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، كما أراد مني سيد الشهداء، بل كما أرادت مني فاطمة روحي فداها. الصديقة الكبرى حينما تقف عندها صلوات الله وسلامه عليها يهون كل شيء ويصغر في عينك كل شيء، لأنك لا توالي سوى من أمر الله بطاعتهم، ولأنك لا تسير إلا في جادة من أمر الله بوصلهم. ولذا روحي فداها فاطمة. عانت ما عانت في قضية معينة، في سبيل مسألة دنيوية، في سبيل مسألة شخصية، أبداً. الزهراء روحي فداها، كل ما كانت تريد من القوم تريد إرجاعهم إلى جادة الحق، إلى أن يكونوا ممن اصطفاهم الله واختارهم ليكونوا خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الزهراء مولانا ماكو قيمة إلى فدك من حيث المادة ولا من حيث المال، وإن قيمة ولكن قيمة فدك ومطالبة الزهراء بفدك لأنه حق من الحقوق، ولأنه أصل من الأصول ترجع من خلاله إلى المطالبة بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وحقك كل ما جرى على فاطمة، وكل ما جرى على ولد فاطمة، هو نتيجة عدائهم لعلي بن أبي طالب روحي فداه. هو نتيجة عن حتى الآن مولانا أنا وياك نذبح نشرد، ليش مولانا؟ ليش مولانا هالألم وهالمأساة اللي يعيشها الشيعي في العراق في غير مكان؟ ليش مولانا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه يوالي علي بن أبي طالب، لأنه يوالي علي بن أبي طالب. هذا العداء لعلي بن أبي طالب ليش مولانا؟ لأنه السيف الذي قام به الإسلام، ما قام الإسلام إلا بسيف علي وأموال خديجة. فكل من يرتبط بعلي ويرتبط بخديجة يجب أن يحارب مولانا. هذا هو الواقع، هذا الأصل في كل شيء، هذا هو الأصل في كل شيء. والدليل على ما أقول يزيد ابن معاوية عليه اللعنة يخاطب بإمرة المؤمنين، مو هالشكل، مو يخاطب بإمرة المؤمنين، شي يقول يزيد ابن معاوية لما أدخل عليه ثقل الحسين، لما أدخل عليه رأس الحسين، يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. يقول هذه بدر هي اللي مولانا، بدر هي اللي حرفة الجادة، بدر هي بدر. من قائد بدر مولانا؟ علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، الذي جدل أبطالهم في بدر. نصف القتلى يوم بدر بسيف علي بن أبي طالب. فإذا الحرب، كل الحرب ضد علي بن أبي طالب. ولذا كان قولهم يوم عاشورا نقاتلك بغضا لأبيك، نقاتلك بغضا لأبيك. ولكن مع ذلك يبقى برك وتبقى بركة الزهراء هي العامة الحقيقية، وهي الجوهر الخفي الذي من خلاله يبقى نسلها ونسل النبي، بل تبقى رسالة السماء إلى يوم القيامة إن شاء الله. ولكن المأساة التي جرت على فاطمة والمأساة التي جرت على ذرية فاطمة لا يمكن مولانا أن يتذكرها إنسان مؤمن إلا وينفجر ألما وينعصر قلبه ألما. الحسين عليه السلام ونحن في رحابه يقف يخاطب القوم: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين الإله ببدعة؟
أم كنت في أحكامه مرتابا يا أم لم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا يا فغدوا حيارى لا يرى أريد يكون عندك استعداد جزاك الله خير ونشترك بالعزاء في أطهر بقعة من بقاع الدنيا بجوار سيد الشهداء. مولانا هذه الدمعة مرحومة، هذه الصرخة مرحومة، إمامك الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لأجلنا. مولانا مرحومة دمعتك هل جئت في دين الإله ببدعة أم كنت في أحكامه مرتايا يا أبا يا فغدوا حيارى لا يران لوعظه إلا الأسنة والحرى بجوايا يا أبا يا صلاة على جسم الحسين سيوفهم فغدا لصالية الضبا محرا سمعت يا ون ود قربت لي اي والله انا سمعت يا ون ود قربت اريد منك وانت تصيح بهاي الاه تذكر خادم الحسين سيد جاسم الله يرحمه مولانا يا انا سمعت يا وين وتقربت انا لقيت الولي متواسد جرح داوي يقول لي خويا يا زين بكل جرح بعضاي بعضاي عوفي بس جرح اللي بقلب عنك علي يا بس جرح اللي بقلب عنك بهداي يا اختي بس لا تلجمي بعد
بعد مولانا عندنا شريك للحوراء زينب، وشريك لفاطمة روحي فداها، في الطف آجركم الله، ألا وهي باب الحوائج أم البنين، تلك المرأة الطاهرة التي ضحت بأولادها من أجل سيد الشهداء. يقول الراوي مولانا لما دخل الناعي ينعى الحسين إلى المدينة، آجركم الله، بعد أن طلب منه الإمام يا ابن حذلم رحم الله أباك لقد كان شاعرا، أتقدر على شيء من ذلك؟ قال بلى سيدي وإني لشاعر. قال إذا ندخل المدينة ونعى الحسين. يقول ابن حذلم دخلت إلى المدينة، لما دخلت إلى المدينة رفعت صوتي، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. يقول أنا أصيح، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. الناس مولانا يصيحون يا ابن حذلم ما الخبر؟ يقول الخبر والجواب عند مسجد النبي روحي له الفداء. يقول ما أبقيت امرأة مخدرة إلا وانتزعتها من خدرها. خرجت امرأة، يقول ابن حذلم يقول مولانا خرجت امرأة من إحدى الدور عليها الوقار والهيبة، تحمل طفلا على كتفها، جاءت تشق طريقها إلى الناعي، وكأني بها بلسان الحال تصيح يا ناس بالله دف رجوله، خلوه ينزل عن ذلوله، أبا سايله واستمع قوله. يا ناس بالله دفرجولا وخلوه ينزل عن ذلولا، بس عايلة يا واستمع قوله، يقول ابن حذلم مولانا جئت إلى قبر النبي روحي فداء، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين. فأدمعي مدرار، الجزم منه مغرج بكربلاء، والرأس منه على القناة يدار. مولانا يقول جاءت هذه المرأة وقفت أمامي، قالت يا ابن حذلم أو يا هذا أنت الناعي ريحانة رسول الله؟ قلت بلى سيدتي. قالت اخبرني عن الحسين، أهو حي أم لا؟ يقول التفتت إلى رجل كان إلى جانبي، قلت تعرف هذه المرأة؟ قال كأنك تجهلها. قلت بلى. قال هذه أم العباس وإخوتي أم البنين. يقول لما علمت بأنها أم البنين ما تعجبت من كلامها، فقد أربعة من الأولاد. يقول الدور حبيت أخبرها بأولادها بالتدريج، يقول إذا قلت أخبرها دفعة واحدة أخشى عليها أن تموت. قلت أعظم الله لك الأجر بجعفر. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا جبت لك طاري جعفر يا غيره. يا دمع
دمعت العين ليك أربعة بالطف مطاعين. يقول لما وصلت إلى قمر العشيرة إلى أبي الفضل العباس قلت أعظم الله لك الأجر بقمر العشيرة بأبي الفضل العباس. نظرت إلى كتف عمال سقط الطفل من على كتفها إلى الأرض وضعت يدها على خاصرتها صاحت ويحك يا هذا لقد قطعت نيات قلبي. اخبرني عن الحسين أهو حي أم لا؟ قلت أعظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة أنا لقعيد لقعيد على درب الضعون وأنا أشد ليرحون ويجون كلمة يعان لها غياب يلفون وأنا غايب وأنا غايب باللحد مدفون. بعد مولانا بهذا وأسألكم الدعاء جاءت إلى دار الحسين عليه السلام بعد أن دخلت زينب روحي فداء الحوراء زينب دخلت إلى دار أبي عبد الله تجول من غرفة إلى غرفة تذكر أن حسينا كان هنا يصلي هنا كان عباسا أجركم الله. يا دار يا يا أرى نشدك عنا ليك يا دار وين حسين راعيك يا دار وين البطل عباس حاجيك. بينما زينب روحي فداء على تلك الحال وإذا بالباب تطرق صحن الفاطميات من الطارق. أجابت أم البنين أنا أم البنين. صاحت مولاتنا زينب هذه شريكتنا بالمصاب الصاح فكن الباب جدي شريكتنا بالمصاب. اي والله يا ام البنين ونسل الاطياب راحوا الاولاد اربع حسان. فتحت الباب أريدك تتصور تنقل قلبك إلى دار الحسين. تدخل مولاتنا أم البنين تتلقاها الحوراء زينب والفاطمية. يقول أرباب المقاتل أن مولاتنا زينب بمجرد أن وقع بصرها على أم بصرها على أم البنين صاعد وأخاه وعباسا. أجابت أم البنين وولدا وحسينا. إذ قل لي حسين يا حسين أنا بالأربعة يا حسين ضحيت وظنيت سالم ترد يا حسين ظنيت أنا وابن صرتك يا حسين وصيت عينة بنيني وزهرة البيت.
هي آيات عباس وبدمايا، هي آيات حنيت. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسع المعصومين من بنيه، اللهم إني أتوجه إليك وأسألك بهذه العبارات وبهذه الصرخات، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ زوار أبي عبد الله، اقضي حوائجهم لما فيه الخير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ زوار أبي عبد الله، وردهم سالمين غانمين مغفوري الذنب، مقضى حوائجهم يا أرحم الراحمين. المؤسسين تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، إلى أرواح أمواتهم مع أموات الحاضرين والسامعين، وإلى موتى المسلمين جميعا وشهداؤنا علماؤنا، رحم الله من أهدى للجميع الفاتحة مسبوقة بالصلوات.